لمياء طفلة في 13 من عمرها مصابة بمتلازمة داون أو ما يعرف بتريزوميا 21، استغل شخص يبلغ من العمر 43 سنة ضعف قدراتها الذهنية واعتدى عليها جنسيا. واحد العشية هكذا رحت ديت عندي بنتي مونغوليان كما يقولوا، ديتها معايا، قالت لي كانت حابة تجي معايا وديتها. خلاص كملنا كاع الخدمة تاع ليكول، كنا رايحين حتى تفكرت كي نحيت الطابلية هذيك تاع الشغل، تفكرت بلي نسيت الفيزا تاعي عند البيت هذيك تاع وين موالف يقعد العساس. ولا غير صعيبة باش نعاود نعني نتفكر لك كاع واش كي فتحت الباب هذيك تاع البيتة هذيك، نلقاه نلقى القش تاع بنتي في اللط، وهي كانت يعني راك على بالك نحالها كاع حوايجها. الحادثة وقعت في مدرسة الحي التي تعمل بها أم الضحية لمياء، وهنا الطامة الكبرى، ذئاب بشرية تتربص بالبراءة حتى داخل المدارس. كنت نقول بالك المديرة توقف معايا، هي على بالها بأنه هاد الأمور يقدروا يصرعوا لبناتها بالك. لا علينا، قالت لي مادام، قالت لي أختك، قالت لي علاش ديري ما تروحيش انتي، قالت لي انا نستكلف به وانا نحاوزو، ما يزيدش غير يدور هنا في المسيد. وفاتت واقيلا واحد سمانه والسيد مازالو في بلاصتو، ما كان لا بوليس جات عندي، ما كان لا طبيبه جات شافت بنتي، لا كان لا سرتيفيكا، ما كاين والو. كيحب ربي يكشف يعني الظالم. اكتشفوا من بعد مده هكذايا تبين انه هذاك السيد موالف يدير هذا الشيء مع البنات تاع المسيد، حتى مع الدراري تاع المسيد. الحديث عن حالة الاعتداء على الأطفال تبقى في المنطقة المحرمة، فكثيرة هي العائلات التي التقيناها خلال قيامنا بهذا